السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبائي الأعزاء في هذه الحلقة الجديدة التي سوف نشارك فيها جميعا وصفة جد فعالة في علاج النحافة الشديدة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من النحافة الشديدة وفقدان الشهية. قبل بداية هذه الوصفة دائما أتمنى منكم الانضمام إلى مدونة جرب حكم التي طرحت بها العديد من الوصفات الطبيعية مكتوبة باللغة العربية الفصحى لتعميم الفائدة، وأيضا العديد من المعلومات عن الزيوت الطبيعية والأعشاب الطبيعية ومعلومات أخرى مفيدة مكتوبة أيضا باللغة العربية الفصحى. فانضمامكم هو تشجيع كبير وشرف كبير لي للمزيد من العطاء، وأتمنى منكم أيضا الانضمام إلى صفحة جرب حكم على الفيسبوك لتبادل الآراء وتبادل المعلومات ونتائج الوصفات. دائما أحبائي الأعزاء ستجدون الروابط أسفل الفيديو في صندوق الوصف، مرحبا بكم. على بركة الله، كما قلت، هذه الوصفة التي سوف أشاركها معكم اليوم وصفة جد فعالة لزيادة الوزن وعلاج النحافة الشديدة. لن تحتاجوا فيها الشيء الكثير. هذه الوصفة نستعملها بشكل يومي قبل النوم مباشرة. نأخذ كأس من هذا المشروب الذي سوف نحضره يوميا يعني بدون انقطاع، ومع تغذية صحية ومع عمل الرياضة وشرب ماء سوف تحصلون على أفضل النتائج. بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية، لابد لهم أولا من الكشف وعمل فحص طبي لمعالجة المشكل. وفي عند معالجة المشكل يمكنهم أخذ أي وصفة طبيعية، فأي وصفة طبيعية تستمرون عليها وتقومون بالصبر قليلا سوف تعطيكم أفضل النتائج. كما أقول دائما في وصفاتي، لن أطيل عليكم أحبائي الأعزاء. مكونات هذه الوصفة مكونات بسيطة: نأخذ كأس من الحليب البارد، ثم نأخذ 7 حبات من التمر، ونأخذ أيضا الحلبة مطحونة. فوائد الحلبة فهي عديدة، هناك العديد من الأشخاص يعانون من مشكل الرائحة، فعند استعمال الوصفة لمدة أسبوع سوف تلاحظون بأن الرائحة بدأت تخف، ومع النظافة كما تعرفون سوف تتخلصون نهائيا من الرائحة. المهم أحبائي الأعزاء، ننظر إلى النتائج الجميلة التي تفيدنا بها الحلبة. أما بالنسبة للرائحة فهو مشكل بسيط جدا، يمكننا التخلص منه بعدة أشكال: بالنظافة، ثم يعني العناية بأجسامنا جيدا. هذه الوصفة كما قلت نأخذها كمشروب في فترة المساء بشكل يومي. هذه الوصفة يمكننا إعطاؤها للكبار والصغار. طريقة تحضير هذه الوصفة: نأخذ كأس من الحليب، ثم نأخذ 7 حبات من التمر، ننزع النواة، ونأخذ ملعقة كبيرة من الحلبة بودرة، ملعقة كبيرة من الحلبة بودرة، ثم نضيفها إلى هذان المكونان، ثم نضيف هذه المكونات كلها في الخلاط الكهربائي للحصول على عصير. ومن يريد تحلية العصير يمكنه زيادة القليل من السكر أو زيادة القليل من عسل النحل. المهم أخذ هذه الوصفة قبل النوم مباشرة يوميا لمدة شهر، سوف خلال مرور أسبوعين سوف تنظرون بأن هذه الوصفة بدأت تعطي النتائج، مع دائما مع التغذية السليمة والرياضة، لأن عمل الرياضة يعطيكم أحبائي الأعزاء جسم متناسق وجميل جدا. وأيضا لا تنسوا شرب الماء والراحة النفسية. أتمنى منكم أحبائي الأعزاء تجربة هذا المشروب، لأنه مشروب جد فعال وبمكونات بسيطة جدا. وأتمنى منكم أيضا الانضمام إلى أسرة قناة جرب حكم المتواضعة، وأتمنى منكم الدعاء ثم الدعاء وتشجيعاتكم لي للمزيد من العطاء، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله.